السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الأجواء اليوم في النهار كانت أجواء ربيعية أو خريفية، كذلك درجات الحرارة تفاوتت ما بين 36 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبعض المناطق الجنوبية من دولة الكويت، كذلك تفاوتت إلى 39 درجة مئوية في بعض المناطق السكنية. راح تستمر ويانا الأجواء المعتدلة في الليل، متوقع أن تكون درجات الحرارة في هذه الليلة متفاوتة ما بين 20 درجة مئوية في بعض المناطق الغربية إلى 24 درجة مئوية في المناطق الوسطى من دولة الكويت وكذلك بعض الجزر. الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها أجواء معتدلة، السماء صافية بشكل عام، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعتها 3 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية مرتفعة نوعا ما بسبب تقلب الرياح ولكن راح تقل تدريجيا ابتداء من بعد منتصف الليل. حاليا 31%، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 12 كيلو متر. تتأثر دولة الكويت والمناطق المحيطة في شمال شبه الجزيرة العربية بأنظمة جوية ضعيفة، منخفضات جوية صغيرة وسريعة وكذلك امتداد لمرتفع جوي أدى لاستقرار الطقس بشكل عام وتقلب الرياح ما بين الرياح الجنوبية الشرقية إلى شمالية غربية ابتداء إن شاء الله من باكر العصر. كذلك الأجواء بشكل عام أجواء مستقرة وصحو في معظم الأوقات. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، الأجواء معتدلة في المناطق الغربية من دولة الكويت في منطقتي شقاية والسالمي، متوقع أن تصل 26 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح غربية بشكل عام خفيفة السرعة 10 كيلو متر في الساعة. المناطق الوسطى وكذلك المناطق الساحلية متفاوتة درجات الحرارة ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية مع استمرار الرياح المعتدلة الجنوبية الغربية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد، متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 21 درجة مئوية في المناطق الغربية، قد تقل إلى ما دون ذلك خاصة في المناطق الصحراوية شمال غرب الكويت، قد تصل إلى 19 درجة مئوية مع استمرار الرياح الغربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة على المناطق الغربية من دولة الكويت. أما المناطق الساحلية والجزر متفاوتة درجات الحرارة الصغرى، متوقعة من 25 في مدينة الكويت إلى 27 درجة مئوية في جزيرة فيلتشا وكذلك المناطق الساحلية الجنوبية من دولة الكويت. الرياح راح تكون رياح متقلبة الاتجاه إلا رياح غربية في ساعات النهار الأولى، ولكن ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح تتحول الرياح للرياح الشمالية إلى شمالية غربية في معظم المناطق الشمالية وكذلك المناطق الغربية. تستمر الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية الشرقية من دولة الكويت، ولكن بشكل عام الرياح راح تكون معتدلة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة متفاوتة ما بين 39 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت. المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 31 إلى 41 درجة مئوية. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 34 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:49، أما بالنسبة لموعد أذان المغرب الساعة 5:18 دقيقة. الطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، الأجواء صحو بشكل عام، سماء صافية، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية. راح نلاحظ أن في ارتفاع نسبي في يوم الجمعة والسبت قد تصل 42 درجة مئوية في مدينة الكويت. أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 22، ترتفع قليلا في بداية الأسبوع القادم إلى 26 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح بشكل عام رياح شمالية غربية باستثناء باكر في النهار، هناك فرصة لتقلب الرياح ورياح خفيفة من باكر العصر إن شاء الله، رياح شمالية غربية. لاحظنا الأيام اليومين اللي طافوا أي أجواء رطبة خاصة على المناطق الساحلية، ولكن ابتداء إن شاء الله من عطلة نهاية هذا الأسبوع راح تقل نسبة الرطوبة بسبب تحول كتلة الهوائية والرياح للرياح الشمالية الغربية، وراح تكون أجواء جدا مناسبة للأنشطة الخارجية وكذلك البحرية. درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 24 إلى 26، الرياح راح تكون بشكل عام خفيفة السرعة إلى معتدلة، قد يكون هناك نشاط نسبي في يومين السبت والأحد، تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلو متر في الساعة. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.